حروب، أمراض، مشاكل، مجاعات، الله يلطف فينا. آمين، صح، الله يلطف فينا جميعا. بس هل فعلا العالم هالقد سيء؟ هل العالم اللي احنا عايشين فيه بنهاية 2021 وإن شاء الله داخلين على 2022 بهذا السوء؟ بتحس في ناس خلاص يئسوا من الحياة، استسلموا، قال لك هاي الدنيا يا أخي فيش فيش أمل، خلاص إحنا حتنهار الدنيا. بس بعد ما قرأت هذا الكتاب تغيرت وجهة نظري تماما للموضوع كله. الكتاب الحلو فيه إنه ببلش في كم سؤال وأنا حسألكم بجوز 5-6 منهم. سألت على التيك توك أكم واحد، بدي أسألكم أمتحنكم وأتحداكم تجيبوهم صح، تمام؟ وين بيعيشوا أغلبية سكان العالم؟ هل في الدول الفقيرة؟ أم الدول المتوسطة؟ أم الدول الغنية؟ سؤال أول بخصوص وين معظم الناس عايشين؟ هي في الدول المتوسطة. لما أقول دول متوسط يعني مستوى الدخل تبعهم متوسط، لا إنهم كتير فقراء ولا إنهم كتير أغنياء، متوسط. في آخر 20 سنة نسبة سكان العالم اللي عايشين في الفقر شو صار فيهم؟ هل صاروا ضعف تقريبا أم ضلوا الرقم زي ما هو أو صار النص؟ السؤال الثاني بخصوص كمية الناس اللي عايشين في الفقر، الإجابة هي النص، صار عددهم النص في آخر 20 سنة. في آخر 100 سنة كيف تغير عدد الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية زي الفيضانات؟ هل صار الضعف أو ضلوا زي ما هو أو صار النص؟ بخصوص عدد الوفيات بسبب الكوارث الطبيعية، صار العدد نص وأقل كمان. في سنة 1996 عندكم 3-4 حيوانات كانوا كلهم مكتوبين إنهم حينقرضوا قريبا. عندكم النمور، عندكم البانداز، وعندكم البلاك راينوز. كم واحد من هدول الثلاثة لسه مهدد بالانقراض اليوم؟ هل نوعين منهم أو نوع أول واحد منهم؟ السؤال اللي بتعلق بالحيوانات اللي لسه مهددة بالانقراض، ولا واحد من هدول الحيوانات لسه مهدد بالانقراض بنفس الطريقة اللي كانوا مهددين فيها من قبل. يمكن مش كل هاي المواضيع انتم مهتمين فيها، والكتاب هذا مش هدفه انه يدخل في هاي المواضيع بالدقة. اللي كاتبه هو دكتور وبياخدكم معاه على رحلة كيف هو اكتشف هاي الشغلات، وانه العالم عم بيحرز تطورات كتير حلوة بس ما عم بنحكي عنها، وتطورات كتير مهمة وما حد عم بيقدر هاي الجهود والشغلات اللي انعملت صح. فهو في مسيرته الطبية وخلال زياراته لبلدان مختلفة ومؤسسات عالمية كتيرة اكتشف انه الناس ما عندهم العلم انه في شغلات منيحة عم بتصير في العالم. الناس بشكل عام، وانا كنت منهم قبل ما نقرأ الكتاب، كتير كانت وجهة نظري للعالم والاوضاع اللي احنا عايشين فيها وجهة نظر جدا سلبية. ما كنت حاسس انه في شغلات ايجابية عم بتصير كتير، لانه الاخبار اللي بنحضرها احنا كل يوم والتاني اخبار سلبية. والكتاب على فكرة بيوضح ليش الاخبار سلبية، غير انه الاخبار هي بزنس، كل شركة أخبار هي شركة في النهاية، بدها يكون عندها مشاهدين عشان تصمد. بس بنفس الوقت الأخبار مش عم بتكذب علينا، ولكن عم يبالغوا نوعا ما. فالسؤال هو ليش عم يبالغوا؟ عشان إحنا كبشر تعودنا إنه لو في خبر سلبي في فرصة عالية إنه إحنا نسمع وننتبه عليه. أما إذا كان في خبر إيجابي خلاص. يعني تخيل، وهذا مثال الكتاب حكى، تخيل إنه كل مرة طيارة بتهبط فيها بسلام بيجيك إشعار على التليفون الطيارة من الأردن لدبي هبطت بسلام، كيف حتتصرف؟ حتطفي الإشعار، شو بدك فيه؟ بس تخيل إنه في طيارة من الأردن لدبي صار فيها حادث، يا الله كل وسائل الإعلام حتغطي الحدث، حتقولوا لي محمد أكيد. طب ليش ما تغطي الأحداث الإيجابية؟ لأنه إحنا مش مهتمين فيها بنفس الطريقة. ولو إنه أحداث الطيران صارت كتير قليلة، في ناس عندهم رعب إنهم يطيروا ويطلعوا. بقول لك لا يا أخي، أنا الطيران بقدر لوش قد ما هو خطير وقد ما صار فيه حوادث. نسبة حوادث الطيران لو تشوفوا قديش قلت، إشي مش طبيعي. فهاي هي الفكرة، إنه إحنا صعب نتوقع من نشرات الإخبار إنها تكون إيجابية في أي وقت، لأنه ما حيزبط وإحنا كمان حنمل منها. بس بنفس الوقت إحنا لازم نكون على اطلاع في الشغلات الإيجابية اللي عم بتصير، مش بس عشان نفسيتنا وهذا سبب كتير مهم، بس عشان إحنا لما نحاول نعالج أو نحاول إنه نواجه المشاكل اللي لسه موجودة نقدر ندخل على المواجهات هاي بطريقة استراتيجية. كيف يعني؟ نشوف شو الحل أو شو تحسن من مشاكل العالم في آخر كم سنة، وبناء على هاي الأشياء اللي تحسنت شو الشغلات اللي إحنا استعملناها صح، من توعية لحلول لأفكار، شو الشغلات اللي كانت مزبوطة وشو اللي خلاها مزبوطة عشان نطبقها على المشاكل اللي لسه بدها حلول. ففكرة الكتاب مش إنه أنت تعيش في عالم أحلام وإنه كل إشي تمام، لا، لأنه هو الكتاب كمان بوضح الصورة على كم مشكلة جدا مهمة لسه بدنا كم سنة عشان نعالجها، أو بدنا كم سنة عشان نحرز تقدم منيح فيها. بس بيقول ما دام إحنا عالجنا وما دام إحنا كتير تقدمنا في مشاكل تانية، مشاكل صعبة، هذا معناته انه في امل للبشريه انهم يتحسنوا في مجالات كتير تانيه لسه عم نواجهها احنا كمشاكل. فخلينا نقيم الكتاب مع بعض من ناحيه اسلوب القراءه، جدا جدا ممتع. هلا بالبدايه انا حسيت انه كان زي الجريده، تمام، انه اخبار، في اشي منيح واشي مش منيح، بس لقدام بعد ما انت تقراه شوي بتحس انك بلشت تستمتع، لانه بتشوف الامور مره تانيه من وجهات نظر مختلفه واخبار متنوعه، من امراض
لمشاكل نفسية أو مسائل بتخص العالم بشكل كامل. هل عند انتقاد؟ حسيت في أجزاء كانت شوي طويلة زيادة عن اللزوم، يعني وصلت الفكرة من أول كم صفحة، ولكن الجزء هذاك كان شوي طويل زيادة عن اللزوم. لا يعني إنه الكتاب كان ممل، بس في أجزاء شوي طويلة ما حسيت لها داعي. فهذا الإشي أنا بعطيه سهولة القراءة يمكن 7/10. الكلمات مفهومة، سهلة، الأسلوب لطيف، أحكي لكم 7.5 خلوها. رواية القصة ممتازة جدا، مكتوب بطريقة حلوة، قصص واقعية، كل تفصيل مكتوب هنا مكتوب بناء على أبحاث كثيرة، بس ما بتحس حالك أنك أنت عم تقرأ بحث علمي، لا بتحس حالك عم تقرأ قصة جدا جميلة. فهذا بعطيه 9.5/10، كتير حلو، كتير ممتع، وكبنصحكم تشتروه 100% بالذات إذا أنتوا ناس بسبب الأحداث اللي صارت في آخر كم سنة، ويمكن الأحداث الحالية اللي عم بتصير في بلدان معينة، يمكن نفسيتكم شوي مزعوجة، ويمكن حاسين إنه العالم فعلا في وضع صعب، بنصحكم تقرؤوه لأنه هذا بيساعد النفسية بشكل عام إنها تتحسن بطريقة منطقية. ما في داعي إنك تكذب على حالك، لا اقرأ الحقائق وشوف. فبتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله في فيديو قادم.